الصحفي. إذن عقد يومه الخميس 12 من محرم 1445 الموافق ل 18 يوليوز 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص لتقديم عرضين قطاعيين وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. وفي مستهل أشغال هذا المجلس تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الدولي الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وتطرق عرض السيد وزير العدل لما يرتبط بفحص التقرير الوطني الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أمام اللجنة الأممية المعنية بهذه الاتفاقية في شتنبر المقبل. كما شمل العرض تقديم مشروع التقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. وتندرج هذه الاستحقاقات الأممية في إطار حرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمتميز بالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي عرف دينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان. بعد ذلك تتبع مجلس الحكومة عرضا آخر حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة، قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. وتناول العرض أبرز التدابير المزمع إدخالها على القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث يروم هذا التعديل إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية. كما تهم التعديلات المزمع إدخالها تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم. ووصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 24475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 219333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 7 أغسطس 2019 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها. قدمه السيد شكيب بن موسى وزير التعليم التربية الوطنية عفوا والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 72/18 وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 224-366
بتغيير وتتميم المرسوم رقم 203729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 7 يونيو 2004 بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة قدمه السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتتمين جهود الصحفيات والصحفيين وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع ببلادنا انسجاما مع الغاية مع إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004 وبناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر 2002. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.